السلام عليكم. النهاردة هناخد ازاي تستخدمي البرنامج بتاع المصمم العربي. بتضغطي طبعا على بلاي، تكتبي المصمم العربي، هيظهر لك، هتقومي بالتثبيت بتاعه الشكل اللي انت شايفاه. بعد ما هتثبتيه هياخد الفترة بتاعته في التحميل على التليفون بتاعك، وبعد كده بتعملي له فتح من هنا او فتح من خلال الاكاونت اللي هيبقى موجود على التليفون بتاعك. هتظهر لك الصورة دي، عمل جديد أو مشاريع محفوظة أو شرح استخدام. هتضغطي على عمل جديد، وبعد كده هيظهر ليكي صمم على صورة أو كتابة على لون. النهاردة هقولك اللي هي الكتابة على لون، والفيديو اللي بعديها إن شاء الله صمم على صورة. الكتابة على لون هتضغطي عليها، هتظهر لك الألوانات الكتيرة قوي اللي قدامك، فأنت هتختاري الخلفية اللي تعجبك واللون اللي يعجبك الشكل اللي انت شايفاه ده. هتضغطي على كلمة كتابة مكتوبة تحت ايديك الشمال، شايفاها اهي. اول حاجة هتبتدي تكتبي الكلمة اللي انت عايزاها وبالطريقة اللي انت عايزاها، وهتظهر لك برضو على اليمين وعلى الشمال الطريقة اللي تكتبي بيها الجملة بتاعتك بالشكل اللي انت عايزاه، زي بالظبط برنامج الوورد اللي احنا استخدمناه على اللابتوب. نفس الفكرة بالظبط، البيئة اهيت والميلة اللي هي بتغير الايه الشكل العام. ظبطتي الاسم كتبتيه وظبطتي الشكل اللي انت عايزاه بالميل او في خطوط كتيرة زي ما انت شفتي، وتختاري طبعا قدامك. هتعملي بعد كده حفظ للصورة. بعد ما بتحفظيها طبعا الاسم ده بتطلع لك بالشكل ده، بتبقى محفوظة في الفوتو عندك، او شوف انت بتحفظ الصور عندك فين. الخط كده انت عايزة هتبتدي تكبري، لو انت هتعملي على طارة سواء اسماء او جمل، هتعملي على طارة او على مناديل كاتب كتاب، وطبعا ممكن تعملي ارقام فيها برضو، وهتظبطي نفسك. ومكتوب برضو هنا شرح الاستخدام، ممكن تضغطي عليها الاول وتبتدي تعرفي الاستخدام بتاعها وشرحها ازاي. اتمنى لك التوفيق، انتظر الفيديو اللي بعدين ان شاء الله على صورة. مع السلامة.